عسلامة. عسلامة اختي، لاباس؟ الحمد لله. وانت؟ الحمد لله يا ربي. اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. مش وضعيتك صعيبة شوية وعايش في الشارع وعندك 20 سنة ما قابلتش ولدك؟ اي نعم، وتو ما جاني حتى خبر. جملة وانا تو عندي بات في شرنيكول. عندك شرنيكول باين معاي، وكنا ناكل ونشرب ويرحم والديهم. ماكلة عليهم، كل شيء عليهم، كل شيء. نمشي نجيب الماكلة وناكل ونشرب ونضيف. عندي توا 2.5 ولا 3 سنين لا نهار شدوني لا نسرق لا نخطف. خاطيني وين في شرنيكول بالضبط تبيت؟ بيت في الشرنيكول، داخل شرنيكول. فما معناها هكا في عندي جرية في مأوى يعني هكا ولا كيفاش؟ جاي بيت التيكيني تاع الارجونس ولا في المستشفى من غادي ولا وين؟ في الارجونس. ما تتقلقش هكا وانت في شرنيكول؟ لا والله تم شويه في حس المرضى الامبيلونس استنست بها من الحس وكلايات وكدنيا كل استنست بها. وعندك قلت لك حاجه عاديه؟ حاجه عاديه ولا تدي الليل ما زعما حتى حد هذيك نمرض. نحب نسمع الحس. لطف يا ربي ان شاء الله ديما لاباس. نبدا ندعي عليهم يروحوا لاباس قدره ربي. طب كفاء شباب متخرج يعني سنة من كل ولايه جو عملوا الكونكور وطب بنات صغار ولادك شبان ربي يوفقهم الكل يخدموا خير من الطباء بلا حدود وربي يعطيهم الصحة. كيفاش بديت تبيت في شرنيكول؟ هي قصة كبيرة عندي. احكيها لنا. أنا عندي أخويا كنت عايش في ليبيا، نبعث له بالفلوس، نبعث لأمي، نبعث له بناء عمل سيناج وريقل أموره وبناء وطلعها وريقلها. هاي كملت انت 3 سنين رجعت هذيك. روحت قال لي الدار باسمي، قال لي امي تشري له تجري بالسلعه بفلوسي انا وهو يبني. بعد ما كملها وطلعها ورجلها تبها باسمه. علاش؟ نعرف عليه. قال لي انت داري هكا غوره. عليه لا عندي حتى غايه، حتى كي مات سيئات هذوما يلمهم يعني. الحمد لله يا ربي، حتى كي مات والله سامحته. ديك حاجة أخرى ذيك أنا ربي يرحمه ويسامحه. الله يرحمه وينعمه وربي يبقى لي إن شاء الله ربي يخفف التراب. قال لي يا كاو تما غاديك التجأت إلى شرنيكول بيت غاد. من الأول كيفاش بديت تبيت في شرنيكول معناها؟ لا ما قلت بل ما يعرفوا لي أنت تبيت كل يوم هنا. والله باينك الفرمليات وكل السوجيكات يحبوني. بيت نضيف نفرش الصباح برش انتي خبيه تطلع من برا ما ذريت حد يعني نوم نضيف غديك ويرحم والديهم. وانا تو قاعد نستنى في ولدي. قال لي كان حتى لفت تذر شيء يقول لي عسلامة كاو. تعرفوش وينو؟ وش وين تو حتى كل شيء حتى في بنيويورك يشوفني هو. مسيو انا في الحوار السابق لومتك انت على غياب ولدك الحقيقة، خاطر انت قلت لي لازم هو يفركس عليا وهو توا عمره 22 وانت عندك 20 سنه ما ريتوش. يعني انت اللي خليته في الوقت هذاك. والله وقت انت امه ما حكاك انت ما تفهمناش. كل واحد مشى لروحه. تمام هذاك ولدك يعني وربي يهديهم. وكان انا كان جا بابا حتى كي يبدا بات بالشارع انا مش نطلع عليه وراه. هو وقت اللي صغير ما ينجمش يفركس، كي كبر يلقى ابوه ديجا ما فركسش عليه. فهمت كيفاش؟ وقتها انا ما لازم بطاله وما عنديش خدمه. لكن كما قلت انت راهو يعني ابوك هذاك. بو هذاك وربي البو لازم. تتخيل انه ينجم يلوج عليك؟ ما نعرفش انت. هو كانت ولد حلال تو يجيني. ينجم حتى يستفسر علاش خليتني مثلا؟ شنو تقول له كان يقول لك علاش خليتني؟ نقول له انا ما عنديش انت ما ورد عايش انت خليتك. الحقيقة معناها احنا ما نستحقوش من الاباء الفلوس، احنا نحبوا حنان الاب قبل كل شيء. الفلوس تو تجي من بعد. كان عنده تو يصرف، كان ما عندوش كيف كيف يعني. انا ما عينيش بالفلوس. ليه نحكي لك على الصغار شنو طالبين من عند البو. امه تخدم انت حجامة حمام لب تو ما بها. وباهي وانت امه عاملة معايا مليح وتعانينا وانا ساكنين بيت. طليقتك يعني. ساكنين بيت. نورمال بك حي بوزيان
تسهروني والله بيت انت حتى بيت قديمه ونوع قديمه كل بالطوب ولا عاد بالقالب والحمد لله. شنو صار باش طلقته؟ والله تتفهم انت هي قالت نمشي في دارنا وانت ونزل ولدي ولا نشكي بيك لا نبقى لا حتى برا. كان عندك قلبي جاني طلع على ولدك مشيت منارش عليك مره هكا مره تسكن لك مره تسكن لك سلمت هاني تو قاعد ندعي عليه ان شاء الله يا ربي يجيبه. مش مشكل على الاقل تشوفه ويشوفك يتعرف هو عليك. اي وانت تشوف ولدك كيفاش ولا؟ ما يهمنيش بيا انا كيفاش ولا ان شاء الله حتى ولا رئيس انا اعطيني ولدي قدامي ان شاء الله حتى بطل ما يهمنيش فيه. مش مهم المهم انت تقابله ان شاء الله تيك هذه المره الثانيه راهو درمش مالي مو سيل شبالك يشوفك والا تتعرف عليك امه يعني تشوفك هو تو كان يحب يقابلني يلقاني بشرني كل عايط هذيك يقول له حما يا 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 اقل واحد يقول له هاوك هو الحقيقه معناها فما شويه معناها يعني انت وامه كي تعاركتوا وطلقتوا نورمالمون الصغير ما عنده حتى دخل راه هذيك المشكله هو تو كان تقعد تقابل ولدك والراجل كي تلقوا انت كصغار يذيعوا مش تأثر على الصغير جملة مثلا ليه ما قلتوش حتى قبلني لازمك تقابل ولدك حتى لو كان انت ما عينكش باش تقابل ولدك الام راهي ما تسمحش انه ولدها يكبر من غير بوه على الاقل يعرف بوه شكون ربي يهديك هذاك هو صارت تفهم وبعد عرست مره اخرى بعد طلقتها انا خذت واحد اخر جابت منه طفلة حتى الطفلة توا عمرها 20 سنة ما نعرفهاش تبدا تدور قدامي ما نعرفهاش مشكل الطفلة ماهيش بنتك لكن هو اللي قال بابا لعبد آخر ما قالش حتى حد البابا عنده برا لو كان يرجع بيك الوقت شنو تصلح في حياتك؟ ما عندي ما نصلح عندي شنو تعمل بالضبط؟ والله ما عندي ما نعمل تعاود تعيش نفس الحياة؟ نفس الحياة غير يجي يشوفني كهو ومن عائلتك توا شكون مازال موجود ويسال عليك؟ خويا مسكين يسال عليك والله ساعات نمشي له نقابله يعني نمشي نقابله زوالي مسكين وعندي اختي في طلقه وعندي اختي الاخرى في رجلها مات عائله كلها كل واحد تبى بوجهته رايب هيك الكاميرا قدامك لو كان ولدك يشاهد فيك شنو تحب تقول له؟ قول له سامحني وانا ابوك في كل وقت 73 سنه راهو ويرحم والديك عايش كي مسيو